بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل بعضكم مستغربين من العنوان، كيف لأحد أن يبني بيتا في دقيقة؟ أقول نعم، يستطيع ذلك إذا كان الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يبني لنا بيوتا، ليس بيتا واحدا، في دقيقة واحدة أو أقل من ذلك، لأن أمره بين الكاف والنون. أيها الأحبة، البيت الذي أتكلم عنه ليس كالبيوت التي تبنونها، إنه أجمل وأحسن وأفضل بكثير من البيوت التي تسكنون فيها، إنه بيت في الجنة. نعم، إنه بيت في الجنة التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، إنه بيت في الجنة. وطريقة البناء بينها ذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طريقة البناء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رآه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصغير، وهناك علماء آخرون ضعفوا هذا الحديث. وبما أن هذا العمل في فضائل الأعمال، نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا من فضله. وكذلك جاء في فضل هذه السورة أحاديث صحيحة، وهي أنها تعدل ثلث القرآن، وفضلها كبير جدا. أنك إذا قرأت هذه السورة 3 مرات كأنك ختمت القرآن كله. فأيها الأحبة، نرجع إلى كلامنا، أن هذه السورة إذا قرأت 10 مرات فالله سبحانه وتعالى يبني لك بيتا في الجنة. تعالوا بنا في هذه الجلسة، لا نقوم منها حتى نبني لنا بيتا في الجنة، ونرى كم من الوقت يأخذ منا في قراءة هذه السورة 10 مرات. عندي ساعة، نحن نبدأ في قراءة هذه السورة 10 مرات ونرى كم يأخذ منا من الوقت. نبدأ إذن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله
رأيتم؟ حتى الدقيقة ما انتهت، بقي تقريبا 3 ثواني ونحن استطعنا أن نقرأ هذه السورة 10 مرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني لنا بيتا في الجنة. وهناك طريقة أخرى وهي أسهل وأنفع من هذه الطريقة، وهي أن تبلغ غيرك بهذا الحديث فيعمل به، فيبني الله له بيتا في الجنة ويبني لك أيضا بيتا في الجنة. مثلا أخبرت بهذا الحديث أحد زملائك، فزميلك أخبر رجلا آخر، فالرجل الأخير لو قرأ هذه السورة 10 مرات يبني الله له بيتا في الجنة، ويبني لزميلك أيضا بيتا في الجنة، ويبني لك أيضا في الجنة بيتا في الجنة. وما هو الدليل؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأيها الأحبة، في هذا العصر أصبح هذا الأمر أسهل بكثير من الماضي، فكيف ذلك؟ فمثلا بعد مشاهدتك هذا الفيديو، مثلا إذا نقرت على زر الإعجاب، فإنك بهذا العمل أخبرت جميع أصحابك، جميع أصدقائك، فأي أحد منهم يعمل بهذا الحديث فأنت مأجور بعمله. ليس هذا الفيديو حسب، وإنما أي عمل، عمل خير، أي عبادة إذا نشرت بين الناس وعملوا به فأنت مأجور بعملهم. وإياكم أن تنشروا الشر بين الناس، لا تنشروا الشر بين الناس. أنا أتعجب من بعض الإخوة، أنهم ينشرون الشر بين الناس. يا أخي الكريم، أحيانا قد ضعفت نفسك وارتكبت بعض المعاصي، استر على نفسك وتوب إلى الله ولا تنشر الشر بين الناس. وما الفائدة من نشرها بين الناس إلا أن تكسب آثامهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأيها الأحبة، إذا كان هناك أي منكر، سواء كانت صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو هناك من البدع، لا تنشر بين الناس، انشر الخير، كونوا دعاة خير ولا تكونوا دعاة شر. فالله سبحانه وتعالى يراقبنا دائما أن نكون دعاة خير ولا نكون دعاة شر. فأيها الأحبة، كونوا حريصين دائما، أي شيء تجده خيرا انشره بين الناس. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.